ليه أمهات مصر بتفضل زبادي دانون؟ عشان طعمه، علشان ما فيهوش مواد حافظة. علشان الكالسيوم اللي فيه. طبعا عشان الكالسيوم، لأنه طازة، علشان بيحبوه، علشان الكالسيوم اللي فيه كأنه كوباية لبن، عشان طعم، لا عشان ما فيهوش مواد حافظة. لا بس أنا أهم حاجة عندي الكالسيوم اللي فيه. لا لا، هو الكالسيوم أهم حاجة. برغم اختلاف الأسباب، زبادي دانون هو اختيار 20 مليون مصري.